تنتظر الحكومة الجديدة ملفات عديدة وتحديات مهمة، أبرزها الأزمة الاقتصادية نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية التي ألقت بظلالها السلبية على اقتصاديات كثيرة في دول كثيرة من العالم ومن بينها مصر، فضلا عن التهديدات التي تحيط بالأمن القومي المصري. لذلك فإن الحكومة الجديدة محملة بالتحديات التي تتطلب عملا جادا وغير تقليدي لتخطي هذه التحديات. ملفات متعددة ومهمات حيوية تنتظر عملا جادا من الحكومة الجديدة للانتهاء منها في ضوء ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي التي تليق بالجمهورية الجديدة. الأمن القومي المصري يتصدر الأولويات، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة، وهي أمور اعتادت مصر على مواجهتها، ويتطلع الشعب المصري لاستمرار النجاح في هذا الصدد باعتباره ضرورة لما بعده من ملفات تشمل تعزيز المشاركة السياسية وإيلاء الاهتمام الكافي لملفات المتعلقة بنمط معيشة المواطنين. تعاقب الأزمات الاقتصادية العالمية فرض على مختلف الدول تحديات تستوجب إعادة ترتيب الأولويات الداخلية وأوجه الإنفاق، وهو ما يتطلع المواطن المصري لاستمراره ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي أطلقتها الدولة بنهاية عام 2016 وتحقق أهدافها، وعلى رأسها تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل مختلف الجهود لخفض معدلات التضخم وأسعار السلع وضبط الأسواق في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ومع اعتماد مصر بناء الإنسان استراتيجية أساسية لتحقيق المستهدفات، يتطلع المواطنون لاستمرار تعزيز الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني، بما يضمن ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وهي أسس لا غنى عنها لبناء الوطن. ويرتبط بناء الوطن بعوامل أخرى من بينها مواصلة العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كامل أنحاء الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكافل وكرامة، إضافة إلى مختلف مشروعات الإسكان الموجهة لمختلف فئات المجتمع. التغير المناخي وما يرتبط به من زيادة معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض يسهم في تعزيز وعي المواطنين بارتباط ملفات البيئة والطاقة، وهو ما أدركته الدولة مسبقاً وكانت استضافتها لمؤتمر كوب 27 ومبادرة 100 مليون شجرة ضمن دلائله، وتتعاظم مستهدفات المواطنين بشأنه عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتسريع وتيرة التحول الأخضر مع حل أي مشكلات طارئة بشأن السيطرة على فقد التيار الكهربائي. ملفات عدة ويبقى الشعب المصري هو الرقم الذهبي في آلية تنفيذها، ذلك الشعب الذي يدرك تمام الإدراك ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات قد تؤدي إلى بعض المشكلات العارضة، ويعي أيضا بما يتربص الوطن من مخاطر، فتجده يضع دوما ودون تردد مصالح الوطن وأولوياته فوق كل اعتبار.